كان عندك في صوت. هل هو نسنس هبوبة؟ هل هو نسنس هبوبة؟ زادني شوق كني هال في فنجان مسكوبة. هون الفيديو. لا مش مشكلة، أنا عودت في صوت. وانا بالجناح مصيوبه حبكم يا المركز التنويري. ايوه حبكم يا المركز التنويري هزات في القلب مردوده خسر ويا خسر مقياس رختر اذا قاس لها منسوب. ابي امازحكم واكسب محبتكم نوبه يا اسعد خلف نوبه ما اريد اقول كفي ولا اريد اقول توبه. هاي الكلمات اللي بتحكيها يمكن بيعرف حبيتها اكثر من 50 مره ولساتني برد ابقيها. طب نطلبها كمان ان شاء الله. علامه التوت والدار والبياره والنكبه والنكسه وقصة شعب باختصار ما غير أفكار. تدرون ليش؟ لأن قلوبنا قلوب رجال ما هي قلوب عبارة. تدرون ليش؟ لأن عندنا المرأة جبارة والطفل رجل أقسم يمين الله ما يرتاح إلا لما ترتجع عرضة ودارة. ثمان سنين ربيع عربي ما تحملوا لهيب القهر وناره وشعب فلسطين 68 تحت القصف وضرب المدفع والطيارة ودخول الجيش برشة برشة بكل بيت وزنقة زنقة وحارة حارة تهجير شعب ومخيمات ولجوء وصمود اسطور الشعبي على ذوق المرارة. لهي بنيامين لهي بنيامين نتنياهو يا شين لهي بنيامين نتنياهو يا شين تقتل وتريدني اقول لك شلوم ما نشمار هاي جارني رحب بجارك تخسى وانسلك بالشعب وقلوب على الوطن مشتاقه وصهاره. يا جنس يا جنس سكر موسوعتك من طول الصمود وطول العباره هذا شعبي شعب فلسطين من تجرع عليه انقل مقداره صحيح الزمن قاسي علينا وجياره بس والله الاخ يقدر اخوه والجار يقدر جاره صدق املي بالله ثم شعب علي الضرار من شعبي لتعود.